مهرجان الطفولة هو فرع من فروع مهرجان الحب والسلام العالمي بأكثر من 20 دولة حول العالم. المجموعة منتشرة ب 36 دولة، عنا اعتراف طبعا بالاتحاد الأوروبي، باتحاد دول المغرب العربي وباتحاد دول الخليج. فنحن اليوم عنا مشروع ورجعت البسمة السورية، مهرجان الطفولة الأول رح يكون الانطلاق المهرجان بدار الأوبرا، يتم التحضير له المؤتمر الانطلاق اليوم، وعنا غدا هو حفل لمجموعة رجعت بسمة سوريا الغنائية بقيادة الفنان الكبير عاصم سكر لإحياء الأغاني القديمة للأطفال، لحتى نرجع لرجع الحب والسلام اللي كان بجيل الأطفال، وبعيدا كل البعد عن الإرهاب والتطرف، لحتى ننشئ جيل عاشق للحب والسلام. عم نجهز لمجموعة من الأغاني للأطفال بداية، ومجموعة من الأغاني الإنسانية اللي رح تترجم لعدة لغات، وهيدا الشيء كمان كتير بتصور انه رح يترك بصمه كتير حلوه لما تكوني انت عم تخاطب الجانب الانساني عند شعوب العالم كلها، ولما ترجمي لهم هاي الاغاني ليفهموها بلغتهم، ولحتى يعرفوا انه سوريا ما فيها الا الفرح رغم الحرب ورغم الازمه اللي نحن فيها ورغم الظروف الصعبه اللي كلنا عم نمرق فيها، بس نحن عندنا حاله فرح وعندنا حاله طبيعيه عايشينها، وعندنا مهرجان وعندنا فعاليات، واهم شيء السلام ببلش من عندنا ونحن اللي بنصدره للعالم. عم نسعى انه نرجع البسمة بأي طريقة للشعب السوري، للأطفال سوريا، لأي حدا سوري. إن شاء الله في كتير فعاليات، في كتير قصص نحن عم نشتغل عليها. هلأ اليوم المؤتمر مشان نحكي شوي عن المجموعة، وإن شاء الله بكرة مهرجان الطفولة رح نبلش نحن بمهرجان الطفولة، وإن شاء الله لقدام في شيء كتير مهم إن شاء الله.